يا عم احنا داخلين هنا. ده تبعنا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي. انا بعمل تن، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما حشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقه يالا. ايه ده؟ مالك متوتر ليه؟ يا ابو عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ده مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تساليش على الزوز ولا حتى تسالي على خالتك. معلش بقى. ناسيه؟ ناسيه لما كنا نلعب في بير السلم؟ تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج اطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله؟ مالك يا دافش ليه؟ دي انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحه كده. يا سلام، ده انت الغاليه تأمريني، ده انت جايه من سفر. ثانيه واحده تاخر يلا. اتفضل يا عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذه قلبها مضيافه، بس دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوه. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوه. مظبوط. قهوه مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد العزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخليه انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للإنسان العادي إن هو قنبلة، بس أنا شاكك إن ده يكون منبه. مشتبه إيه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا أجري، هنموت هنموت يالا. عارفة يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفه يا نيلي اول مره، عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكره انا ما بهزرش، وعلاقتنا اصلا ما تسمحش بالهزار. طب انت ليه قفشت؟ انا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجه الخروف. على فكره ده عاكسني وشتمك. لا على فكره ده عاكسني انا وشتمك، لانه قال يا جامد مش يا جامده. هو لو عكسك انت وقال يا جامد وانت مبسوط بالكلمه يبقى المشكله اكبر بكتير. انا مش مبسوط، هو شايفني جامد، لكن انا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجه، سيب النعجه يا خروف، فانت الخروف لان النعجه دي اكيد هي البنت. ما انت النعجه يعني شتم زي ما انا قلت. ايه بس هو يشتمني، انت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا، انت بتشتم مين يلا؟ خد يلا يلا، ما حدش رباك في بورسعيد يلا. خد والله اهو. خروف قوي، نعجه قوي. بص انت بتعمل ايه؟ الحركة دي تبك المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي طوب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكرة انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكة دي؟ جر يالا. ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي، خد يلا. ده بقى عبد عزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبليفبل. ايه؟ فعلا يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد عزيز انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه. اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في اهواجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في اهواجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي. قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلع بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه.
ما هي ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليها؟ ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. اموريني. الامر لله يا عبد العزيز، زي ما انا قلت لك كده بالظبط. عايزينك تدخلنا المينا، ولا انت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيره بتاعتي؟ لا لا، هو انا اقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شده شويه، وانا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتاذي. يرضيكي؟ انت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكره. ايه ده، هي اللي بتتكلم؟ اصلا انا فاكر يعني الصوت سابق الصوره. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك. هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس، ما تقلقيش. طيب لا، احلى قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانويلا؟ ما القهوجي هم تسأله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي، بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد، بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم، لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا لا لا، كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ Do something. لا هتشتم بالأمة، دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا شفته. عندها حق على فكره، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. متحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي ايه عامل فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره، بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوزني.